الكبيرة. انطلاقة جديدة للشوط الثالث، والكريبي بن جابر المري يتواصل معكم في التعليق على هذه الانطلاقة الرابعة والشوط الرابع الخاص بالمفاريد القعداء. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، وكما أشكر الزملاء الذين سبقوني بالإذاعة سعد بن متى العتيبي وعلي المحشادي ومحمد بن بريك المري. هنا انطلاقة للشوط الرابع، ونبدأ وإياكم مع صاحبة المركز الأول أو صاحب المركز الأول. هناك الصدارة والمقدمة، نرى الذي يفتح الإذاعة، نرى ظبيان حمد بن سعيد آل الشيخ المنطلق مع الصدارة ومع المقدمة. المركز الثاني نرى ضغط هنا على المركز الثاني، ضغط بالفعل لحميد بن عبد الله لوهيبي، ولكن ثالث المراكز يتواجد هنا مع ثالث المراكز ملبي المسلم بن محمد بن صقوع أو بن صقوح العامري المتواجد مع المركز الثالث المركز الرابع. نرى المركز الرابع والمتواجد مشرف لسعيد بن راشد بن سعيد المزروعي على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس مبشر لفهد بن فهد بن علي الهاجري، خمسة أسماء وفايف ستار السيارة بالانتظار. هنا انطلاقة متوالية، انطلاقة متوالية من انطلاقات المونديال بالفعل الذي انطلق في هذا العام في تاريخ 20 من يناير إلى 25 من يناير. هناك الصدارة والمقدمة، المنطلق مشرف مع سعيد بن راشد بن سعيد المزروعي الذي انطلق مع الصدارة وانطلق مع المقدمة، وانطلاقة في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني نرى الانطلاق أيضا من المركز الثاني ملبي مسلم بن محمد بن صقوح العامري منطلق مع المركز الثاني. ثالث المراكز أتى من أتى، أتى فريح، فريح أتى ليفرح مالكه وبناموس هذا الشوط، محمد بن سعيد بن محمد لوهيبي منطلق مع فريح، ولكن رابع المراكز نرى أيضا الترس مع غانب بن سيف بن ناصر الخميس. الله الله الله، خامس المراكز هناك المتواجد المنطلق مع شاهين جمهور بن محمد بن مصلح الحبابي، ولكن أعود مع المقدمة، أعود مع الانطلاق والصراع والقوة. هناك الانطلاق من قبل فريح، فريح 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 كما أسلفت أتى ليفرح مالكه بالسيارة وبالزعفران وبالناموس. الله الله الله، فريح رغم الضغوط التي تواليه من ثاني المراكز، هنا ثاني المراكز الحامل رقم، الله الله الله، ثاني المراكز المنطلق ملبي 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 وفريح، ملبي وفريح اللحظات الأخيرة الأمتار الحلجة ملبي بالفعل، مسلم بن محمد بن صقوح العامري بالفعل، وثاني المراكز ملبي، ثاني المراكز فريح لمحمد بن سعيد بن محمد الوهيبي، ثالث المراكز متعب لعلي بن أحمد بن علي بن مطرب ونواس، ورابع المراكز، رابع المراكز كان من قبل هياط لناصر بن محمد المزروعي، خامس المراكز، خامس المراكز شهير لجمهور بن محمد بن مصلح الحبابي. بالفعل كان شوط مثير للغاية، واستطاع ملبي أن يحصد سيارة هذا الشوط والمركز الأول الثاني والتبريكات، والتوقيت الزمني 3:04:24 الثاني لمسلم بن محمد بن صقوح العامري. ثاني المراكز أتى فريح لمحمد بن سعيد بن محمد الوهيبي 3:04:54 الثاني، والتبريكات لمالك فريح. ثالث المراكز أتى متعب 3:05:32 الثاني، والتبريكات لمالك متعب علي بن أحمد بن علي بن مطر أبو نواس. ثاني والتبريكات للذين حالفهم الحظ بانطلاقة هذا الشوط، فإلى شوط جديد نترككم في هذا الفاصل.